أقول لهم استمتعوا باللعب وشرفوا بلدكم وأعطوا الانتباع وأنكم هناك لكي تشرفوا العالم الجزائري كونوا حاضرين وكونوا نشيطين هذا هو الأهم شيء أنتم تعرفون أنكم لن تفوزوا بكأس العالم ولكن حينما تلعبون بكرامة وفخر فإن الجماهير ستحب ستحبكم أرجو أن تكون الرسالة قد وصلت عبرك رود خالد كان لك تجربة